أهلا بكم. الصراع على المناصب والصراع على النفوذ والصراع على الثروة في العراق، هل سينتهي بانتخاب رئيس للبرلمان؟ هل ستنتهي مشاكل العراق؟ ما الذي ينتظره المواطن العراقي المغلوب على أمره من صراع السياسيين والأحزاب على المناصب وعلى النفوذ وإلى آخره؟ هل سيبقى الصراع بين الكتل على المناصب بشكل مستمر في العراق؟ ماذا يعني أن يستمر هذا الصراع؟ صراع على تعيين المحافظ وصراع على الانتخابات وبذخ وملايين على انتخابات مجالس المحافظات، ماذا سيؤدي استمرار الصراع داخل كل مكون على حصص المناصب وحصص العقود، وما الذي سيجنيه أبناء كل مكون في إطار نظام المحاصصة؟ كيف سينعكس الصراع بين مقتدى الصدر وتياره المنسحب من البرلمان وبين بقية أحزاب الإطار؟ وكيف سينعكس ذلك على الشارع العراقي؟ وما هي انعكاسات الصراع على السلطة وعلى النفوذ، على المشهد العراقي السياسي وكذلك اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا في ظل فساد الأحزاب المتصارعة التي لا هم لها سوى فرض نفوذها واستمرار دوامة الاستحواذ على أموال الشعب في ظل هذا النظام الذي فرخه الاحتلال الأمريكي؟ سنضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، وسيكون معي في هذه الحلقة ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في مركز عمان للبحوث والاستشارات. أهلا بك معنا أستاذ شاهو. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي ضيفي في هذه الحلقة عبر سكايب. أستاذ محمد مرحبا بك. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يوما بعد آخر تعمق المحاصصة الطائفية جذورها في العراق، وتتسع دائرة الفساد لتشمل جميع مفاصل الحياة بدعم ومشاركة الأحزاب والميليشيات التي تنفذ خطط الاحتلال الأمريكي والإيراني بدقة متناهية. الصراع على السلطة يلقي بظلاله على كل حدث في العراق، فالكتل السياسية فشلت ولعدة مرات في اختيار رئيس للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار من المحكمة الاتحادية. فعلى الرغم من الاتفاقات السياسية المبنية على المحاصصة، إلا أن ثمة معايير أخرى تعتمدها الكتل السياسية لتمرير الموافقة على المناصب، فيما انتهت بعض تلك الجلسات بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت. الصراعات المستمرة للاستحواذ على السلطة تشير إلى عمق الخلافات السياسية وتغليب مصالح الأحزاب على مصالح الشعب الذي يعاني تراجعاً كبيراً في جميع القطاعات بسبب فساد تلك الأحزاب التي لا هم لها سوى فرض نفوذها وسرقة أموال الشعب. انتخابات مجالس المحافظات هي الأخرى لم يحسم أمرها، وصراعاتها مستمرة بين الأحزاب وداخل كل حزب أيضاً للسيطرة على عضوية المجالس وبالتالي الاستحواذ على منصب المحافظ، فضلاً عن صراعات الميليشيات لفرض نفوذها بقوة السلاح. يبدو أن الكتل السياسية في العراق عاجزة عن تجاوز خلافاتها، مما يضع العراق أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في بلد تعصف فيه الأزمات وتتقاذفه الأمواج من الداخل والخارج، في ظل حكومة خاضعة للميليشيات الموالية لإيران. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي الباحث في مركز رمان للبحوث والاستشارات. قبل البدء عن للحديث في هذا الموضوع، موضوع حلقة اليوم عن الصراع على النفوذ وعلى السلطة وعلى الثروة وعلى ديمومة منظومة المحاصصة الطائفية التي تتصف منذ أن أسست بالفساد وبالاستحواذ على أموال العراقيين، لنتحدث عن حدث حصل مؤخرا، قصف بـ11 صاروخا باليستيا لأربيل
يعد هذا القصف هو الأعنف في خضم الصراع على المناصب في العراق، الصراع على البرلمان، الصراع على العقود، الصراع على حصة كل مكون. يعني كيف تنظر إلى هذا الحدث الأبرز، القصف بأحد عشر صاروخا باليستيا؟ تحياتي لك دكتور، تحياتي للضيف الكريم والمشاهدين جميعا. مجددا ومرة أخرى تقدم إيران على استهداف إقليم كردستان العراق، استهداف عاصمة الإقليم الذي يتسم بالكثير من المميزات والتطور العمراني ووجود يعني درجة كبيرة من استقلالية القرار، وبالتالي يتم معاقبته بهذه الطريقة بقصفه بإحدى عشر صاروخ، وكأن إيران في حالة حرب. يعني هذه الصواريخ تستخدم لحالة الحرب وليس لقصف منزل مدني يسكنه عائلة رجل أعمال كردي يمتلك مشاريع بنايات وسكنية إمباير في أربيل، وبالتالي قتل نتيجة لهذا الهجوم الذي نفذ بهذه الصواريخ الباليستية. منذ أشهر كثيرة وإيران تهدد إسرائيل بالانتقام القاسي وتهدد بتوسيع نطاق الحرب، وبعد أن وفي الأخير رأينا أن الانتقام القاسي وقع في الأراضي العراقية وداخل أربيل. دائما إيران تهديداتها تتوجه إلى أمريكا وإسرائيل، وخلال 30 دقيقة نستطيع أن نمحو إسرائيل من الخريطة، ونستطيع أن نطرد الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، ولكن عندما يأتي وقت الأفعال تقوم باستهداف الأراضي العراقية. ورأينا وشاهدنا خلال السنوات الماضية هجمات بالدرون، هجمات بالصواريخ، وهذا الهجوم المتجدد والذي لن يكون الأخير هو رسالة إيرانية واضحة بأن الجميع يجب أن يخضع للتعليمات والأوامر التي تصدر من طهران وتصدر من رأس محور ولاية الفقيه، وأي طرف يفكر في أن يتمرد على هذه التعليمات أو على هذا التوجه أو على هذا المحور. يعني إيران تفكر أن ذكرى قاسم سليماني يجب أن يتم إحيائه في كل مكان، سواء في إقليم كردستان، في باقي المناطق. إذا تم إحيائه ولم يشارك فيه مسؤولين يعني كبار، فهي ترى أن هذه استهداف لها مستقبليا. يعني هذه ليس خضوعا للسياسة والنفوذ الإيراني، وبالتالي تضع إشارة استفهام، لماذا لم يشاركوا، لماذا لم يحيوا هذا الذكرى. هي تفكر بهذه العقلية، هي تريد أن تسيطر على كل شيء. وبالتالي على الرغم من الحديث المستمر حتى الفترة الأخيرة، مسؤول إيراني يتحدث عن الأخوة الإسلامية ومع شعوب المنطقة، وأن العراق هنا مصيرنا مشترك. كيف يكون مصيرك مشترك وأنت تقصف الآخر بهذه الصواريخ التي هي صواريخ للحرب، للدخول في حرب مع دول أخرى، وليس لقصف مناطق مدنية سكنية؟ يعني عدة شهداء ومجموعة كبيرة من الجرحى، إضافة إلى تدمير المنازل نتيجة لهذا القصف العدوان الذي يعتبر. وبالتالي أستاذ شاهو، يعني نظام المحاصصة لم يحافظ ويحرص على سيادة العراق، ولم يأخذ كرامة العراقيين على محمل الجد. هناك يعني فقط مواصلة واستمرار للصراع على النفوذ وعلى الثروة. اسمح لي أن أنتقل للأستاذ محمد. أستاذ محمد جواد فارس، مرحبا بك مرة أخرى. يعني الآن يعني نلاحظ وبجدية أن موضوع استمرارية الصراع على النفوذ وعلى السلطة وعلى البرلمان وعلى المناصب وعلى العقود وإلى آخره هي محور نظام المحاصصة الطائفي في العراق منذ 20 سنة، وليس هناك أي قيم اعتبارية لسيادة العراق ولواجب أي حكومة تجاه هذا الشعب العراقي، الذي من المفترض أن تكون هناك يعني حرص بالكامل على مصلحة المواطن العراقي، بل نرى أن المواطن مغيبا. يا ترى من له المصلحة بديمومة استمرار الصراع على المناصب والنفوذ في العراق مع إقصاء أي قيمة للمواطن العراقي؟ تحية لك أستاذ سمير ولضيفك الكريم المتواجد معك في الاستوديو، حياكم الله، ولمشاهديكم الأكارم. إن الدستور الذي صيغ في واشنطن وصوت عليه عدد
من الذين اندفعوا في غمرة الاحتلال هو السبب الأساسي في كل مشاكل العراق، بما فيها مسألة الطائفية والمحاصصة التي أصبحت هي السند الأساسي لهذا الدستور وما جاء فيه. ولذلك نجد أن ما تمخض عنه جلسة البرلمان التي كانت بعد الاستغناء عن رئاسة هذا المجلس الذي تبوأ الحلبوسي دورتين وأصبح الآن خارج سياسة أو خارج نظام هذا البرلمان، بحيث جرت انتخابات من أجل أن يكون هناك رئيساً للبرلمان، ولكن هذا الاجتماع الذي جرى فيه جاءت فيه شوشرة وضوضاء، حيث جرى التصويت على 3 من الذين انتخبوا على أساس أنه أحدهم يكون هو رئيساً لهذا البرلمان. والذي صار في هذه الجلسة هو عراق وضجيج حتى الساعة 1 ليلاً. وبذلك أجد أن هناك نظرة تمولية أنه المحاصصة الطائفية لعبت دوراً كبيراً في هذا التوجه، حيث جعلت من محمود المشهداني وهو مرشح لدولة القانون حصل على 37 مقعد، وكذلك شعلان كريم وهو مرشح من مجموعة الحلبوسي حصل على 152 مقعد، وكذلك قصدي صوتا عفوا، وكذلك سالم العيساوي، الاثنان حصلوا على أصوات تؤهلهم لدورة انتخابية ثانية على أن يخرج محمود المشهداني، وهو الذي لم يحصل على كمية من الأصوات تؤهله أن يكون أحد المرشحين. هذه السياسة المتبعة حالياً من أجل إيجاد رئيساً للبرلمان، أي برلمان هذا الذي لن ينتبه خلال 20 عاماً من الذي جرى بعد الاحتلال، لم يجد المواطن العراقي حتى مدرسة جيدة لأبنائه أو مستشفى لعائلته في حالة المرض الذي ممكن أن يكون هذا هو قدره. هذه الهيمنة على هذا والقوانين اللي سنت أو بالأحرى وضعت على أدراج هذا المجلس بقت على الرفوف، منها مثلاً أولها قانون الأحزاب رفعت هذه إلى الرف، وقانون العفو العام لأن هناك في سجون العراق أبرياء. الصوت يتقطع أستاذ محمد. أبرياء، هؤلاء الأبرياء يجب حسم قضيتهم من أجل إطلاق سراحهم والعودة إلى عوائلهم. كذلك أمور أخرى منها معيشة المواطن العراقي، هذه هي المهمة الأساسية التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. طيب. حياة المجتمع، حياة الناس، الأمن. إذن هذا الصراع هو من أجل مصلحة العراقيين، الكل يريد أن يخدم المواطن العراقي، لذلك انتخاب رئيس البرلمان سيكون مثل الصعود إلى منصة الفوز بالميدالية الذهبية أو الكأس، وبالتالي سوف يرضى المواطن العراقي عنهم. 20 سنة من الإعمار والبناء و20 سنة من التقدم الاقتصادي في جميع المجالات، يعني هل هذا الصراع المستمر
هو من أجل خدمة المواطن العراقي، ربما سيكون هدف السياسيين يعني غير الأهداف التي مضت، ويكون هناك بشرى خير من خلال نظام المحاصصة الطائفي الذي أنتج أو أنتجه الاحتلال عام 2003. هل سيكون هناك يعني انتهاء للصراع ويعني الفوز بعراق مزدهر مع انتخاب رئيس البرلمان؟ أستاذ محمد، باعتقادي أنه لن يكون هناك خيرا، وإنما الذي يأتي لن يكون هو أفضل من سابقيه. أنهم دائما يفكرون كيف يأتوا، على حد تعبير أحد النواب سمعته منه قال في إحدى الفضائيات أن الجلسة التي جرت لانتخاب رئيس للبرلمان صارت للمزايدات، بحيث أن أحد الناس الذين هم يعملوا في داخل المجلس موظف أصبح يزاود ويتكلم مع أحد النواب بأن يعطيه شدتان من أجل التصويت لفلان ولفلان. أي مجلس برلمان ممكن أن يكون فيه رشاوي للآخرين؟ فهؤلاء ما أعتقد في يوم ما أن يفكروا بمصلحة الشعب العراقي أبدا إطلاقا 20 عاما. نعم أستاذ محمد، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك. أستاذ شاغو القرداغي، يعني الآن المواطن العراقي ما الذي ينتظره من هؤلاء المتصارعين على المناصب والنفوذ؟ هل ينتظروا تنمية اجتماعية بينما هم يتعاملون مع الشعب العراقي على أنه فريسة وعلى أن أموال الشعب غنائم إن صح التعبير؟ طبعا بالنظر إلى تجربة النواب البرلمان في العراق حتى خلال الفترات الماضية، كان يعني البرلمان فرصة لأن تصبح ثريا خلال 4 سنوات. يعني دائما في العالم يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل للجيب وليس للإثراء تماما. للإثراء، يعني تعرف أن في وكانها سفينة تغرق، فأنت تأخذ الذهب والأموال وتخرج تماما وتذهب وتترك السفينة وتذهب مصلحة الشعب إلى الجحيم، تغرق. لا. في كل العالم لا يمكن للسياسي أن يصبح غنيا إلا بممارسة الفساد. يعني السياسي هو الذي يتعب، هو الذي يحافظ على مصالح مواطنيه، هو الذي يناضل، هو الذي يسهر الليالي في الدول المحترمة يعني فقط حتى يقدم خدمة. بالعكس في هناك بعض الدول الإنسان يتجنب الدخول في المعترك السياسي لأنه يدرك أنه وجع رأس ومشاكل وراتب معين ومراقبة دائمة على تصرفاتك. بالعكس، كان العراق السلطة التشريعية التي كانت من المفترض أن تكون تراقب أداء السلطة التنفيذية أصبحت هي التي تلوثت بالفساد، وبالتالي لا تستطيع أن تنفذ وظيفتها الرئيسية. يعني وظيفتان، أولا صياغة القوانين، وثانيا مراقبة أداء السلطة التنفيذية. هذه النقاط لم تنفذ داخل هذه السلطة، ولذلك يعني الفضائح أو الأشياء الكثيرة، القصص الكثيرة التي حتى توثقت وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، بيع المقعد البرلماني والدخول في المزايدة وكم مليون يدفع ومن يحصل على 5 مقاعد و6 مقاعد، يعني معاملة. أي طرف يدفع مليون للحصول على منصب هو بلا شك يضمن الحصول على أكثر من 50 مليون خلال 4 سنوات. هو لا يدفع مليون لمنصب لا يدر عليه الربح، وبالتالي هو يدخل في هذه المعادلة حتى يكسب. يدفع مليون يكسب مليونين، 3 ملايين، 4 ملايين، وبالتالي أصبح وظيفة البرلماني وظيفة مشوهة. ليس فقط في عملية اختيار رئيس البرلمان، وأيضا سمعنا قصص التاهو والسيارات والأموال التي تحدثوا عنها، يعني توزعت بين النواب البرلمان للتصويت هذا أو ذاك. خلال تمشية أو التصويت على مشاريع القوانين أيضا
هناك غرف مغلقة يتم الاتفاق فيها بين سواء رؤساء الكتل أو بين البرلماني. هل فعليا الشعب هو الذي انتخبهم؟ فعليا هل الشعب هو الذي انتخبهم؟ طبعا يعني بالنظر إلى نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة أو الأخرى يعني السابقة، النسبة الضئيلة يعني كانت إشارة واضحة بأن المواطن لا يثق بهؤلاء حتى يمثلوه. ولهذا الأمر حتى الشخص الذي وصل إلى المنصب لماذا لا يكترث بأصوات المواطنين؟ لماذا لا يعمل لإقناعهم وإرضائهم ليصوت له مرة أخرى؟ لأنه يدرك أنه وصل إلى المنصب بطريقة أخرى وليس بأصوات المواطن. وصل إلى المنصب لأنه دفع، أو لأنه اتفق مع جهة إقليمية خارجية، أو لأنه اتفق سياسيا مع بعض الأطراف حتى يعمل لهم، وبالتالي هو لا يكترث بهؤلاء المواطنين لأنه لم يصل إلى المنصب بأصواتهم. طيب. فمن يصل بهذه الطريقة دكتور، يعني من يصل بهذه الطريقة لن يركز على التنمية وصياغة المشاريع القوانين التي تخدم الأجيال القادمة وتقديم الأفكار وتفعيل اللجان، بالعكس هذا يكون عقله يعني تفكيره قاصرا. طيب. هو يفكر بطريقة محددة. نريد مثلا أن يعني نعمل مقارنة، اسمح لي أستاذ شهوة أتحول بالسؤال للأستاذ محمد. أستاذ محمد، لو عملنا مقارنة مع أي دولة من الدول المجاورة للعراق، ولنأخذ الدول النفطية طبعا على اعتبار أن العراق بلدا نفطيا، تمام؟ إذا عملنا مقارنة مثلا مع قطر، مع الإمارات، مع الكويت، مع السعودية، مع البحرين، مع عمان، يعني أي دولة أنت تختارها، ما هي أين المشكلة؟ أين تكمن المشكلة في العراق؟ هل في الثروة البشرية؟ العراق معروف عنه أنه استطاع أن يبني البلد في شهرين بعد حرب في سنة 91 والتاريخ يشهد. هل في يعني الكفاءات؟ هل في القدرات؟ يعني زهاء حديد مثلا ألم تكن من العراق أم كانت من كوكب آخر؟ يعني هل المشكلة في البنية السياسية التي وضعها الاحتلال، أم المشكلة في بنية المجتمع التي أصبحت تتقبل الرشوة وتتقبل الفساد الإداري وتتعايش معه بحسب ما يصف البعض من العراقيين؟ العراق علماء وأناس غيورين على مصلحة هذا الشعب لكنهم أبعدوا، والآن جاء دور هؤلاء الذين يعملوا من أجل مصلحتهم الذاتية ومن أجل ملء الجيوب بالمال، هذا المال المهدور. لو أخذنا مثالا أن هناك بلد قريب ومجاور وهو الكويت، هو بلد نفطي كما هو العراق، لماذا يتم في هذا البلد إنشاء وتطوير والاعتماد على الطاقات الذاتية، الناس الذين يعملون من أجل مصلحة البلد في البناء والتعمير وإيجاد صيغة اقتصادية جيدة والحفاظ على خزينة الدولة وعدم صرف هذه الأموال الطائلة دون أي مبرر، وإنما فقط من أجل مصلحتهم الذاتية. وكما يقال إن هناك من يعطي مليون دولار سوف يكسب عشرات الملايين في حالة وصوله إلى قبة البرلمان. العراق لديه علماء ومفكرين واقتصاديين وناس، لكن للأسف لا، هؤلاء لم يجدوا محلاً، وإنما يحاربوا، وحتى كثير منهم هاجروا من العراق وأصبحوا الآن أساتذة في الجامعات، وكما ضربت أنت أستاذ سمير مثالا زها حديد التي هي معمارية أنشأت بنايات يفتخر بها ويفاخر بهذه الإنسانة الرائعة التي قدمت الكثير من أجل الإنسانية، وهي لديها كمان كان مشروعا هو مشروع بناء
البنك المركزي العراقي وصممت هذا المشروع هي بالذات، وآخرين من الاقتصاديين الذين لديهم خبرات من أجل ترقية وإنشاء بنايات وإنشاء معامل وإقامة مستشفيات من أجل خدمة الشعب، لكن للأسف هؤلاء لم يحالفهم الحظ بالدخول إلى معترك السياسة، وإنما أصبحت هؤلاء الذين جاءوا مع الدبابة الأمريكية منذ 20 عاما هم يتناوبون على هذه المراكز المهمة التي لها مصلحة. وبالعراق كلنا نعرف أن هناك كان مجلس للنواب أيام العهد البائد، العهد الملكي، هذا الشخصية المعروفة عبد المحسن السعدون كان رئيسا للبرلمان، قدم نفسه من أجل وطنه وانتحر لأن البريطانيين المستعمرين كانوا يريدوا منه شيئا والشعب العراقي يريد شيئا آخر. هكذا هي الروح الوطنية لدى العراقي المخلص لبلده، لكن للأسف أنه هيمنت هذه القوى، قوى التحالف التي سميت بأسماء مختلفة هنا وهناك، وهي الآن تقود هذا البلد من موقع المحافظة على مراكزهم السياسية والمهنية والتوظيف، وكذلك إقامة ميليشيات لهم تابعة. هذه الميليشيات تعمل وفق إرادتهم من أجل قمع إرادة هذا الشعب. تلي ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. ساشاهو، يعني الآن على ذكر الميليشيات، يعني الآن هناك نفوذ وهناك مال سياسي وهناك دعم للميليشيات وهناك أجندات إقليمية، منها الأجندة الإيرانية في العراق. يا ترى من وجهة نظرك وخلال في خضم الصراع على النفوذ والسلطة في العراق والمناصب الذي هو ليس بجديد، يعني منذ عام 2005 أو 2003 وإلى الآن إلى اللحظة هذا الصراع قائم، بغض النظر عن موضوع إدارة الدولة التي من المفترض كما تحدث الأستاذ محمد جواد أن هناك، يعني من المفترض هناك أساسيات أو أبجديات في إدارة الدولة، التركيز على الجانب العمراني الاقتصادي، التركيز على المواطن العراقي ومصلحته، بل نرى أن هناك صراعات لأحزاب وتملك هذه الأحزاب ميليشيات. يعني هناك إشاعات تتحدث عن يعني صراع ما بين قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب وكذلك نوري المالكي، هناك إشاعات تتحدث عن صراعات بين التيار الصدري و بين بقية الإطار. يا ترى كيف سينعكس هذا الصراع من وجهة نظرك ساشاهو على الصعيد الأمني، ولا سيما أن العراق بلد غني وثرواته لا تنضب، وهناك خلال منذ الاحتلال وإلى الآن 1,100 مليار دولار تبخرت من أموال العراقيين، وما خفي كان أعظم، ولا زال الصراع على المناصب وعلى النفوذ مستمرا. طبعا انطلاقا من نقطة أن العراق بلد الثروات وهناك مليارات الدولارات ولا يصرف هذه المليارات لمصلحة وخدمة المواطنين، فبالتالي يجب أن يصرف في نشاطات أخرى. أولا رئيس الكتلة صحيح أنه لديه كتلة برلمانية أو لديه نفوذ، ولكن يتطلب الأمر وجود سلاح حتى يتحمى به، يحتمي به، ويكون غطاء له لممارسة النشاطات الغير مشروعة. فماذا يفعل؟ من خلال المورد الذي يحصل عليه يبني فصيل مسلح صغير، ومع الوقت يكسب الثقة الإيرانية ويتم توفير الغطاء الإيراني أيضا ويقوى أكثر، وحتى يصبح يعني ميليشيا كاملة تستطيع أن تتحدى الدولة ولا تخضع للقانون. طبعا ما تأثير هذا الأمر أمنيا على أمن المواطنين واستقراره؟ خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية كان هناك مشاكل في البصرة بين جماعة التيار الصدري وعصائب أهل الحق، الجناح المسلح لهم، يعني وكأنهم
في مكان بدون أي قوانين ويتصارعون وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ومصالح الناس وأمن الناس واستقرار الناس يذهب إلى الجحيم في نظر هذا الميليشياوي. كان هناك حرق لسيارة، يعني قاموا بأخذ السيارة وحرقوها في الشارع، تصفية حسابات هذه الميليشيات التي أصبحت كلها رؤوس كبيرة، وكل ميليشيا أصبح ترى نفسها أنها هي التي يجب أن تحكم أو تسيطر على هذه المنطقة. ودائما الصراعات بين الميليشيات أين تقع؟ بالأماكن التي فيها منافذ حدودية أو نفط أو ثروات. لماذا؟ لأن كل طرف يريد أن يعني يزيد نفوذه في المنطقة التي تدير عليه المال، لا يريدون منطقة يعني ليس فيها أي ثروات أو أي أهمية استراتيجية أو إلى ذلك. هم يسيطرون أو يريدون السيطرة على المناطق التي فيها الثروات والأموال والصهاريج تذهب، كل صهاريج يجب أن يدفع كذا أتاوة لهذا الفصيل المسلح، بعدها فصيل آخر، بعدها فصيل آخر. نتيجة لذلك يحدث الاحتكاك، حتى لو كانوا يعني أحيانا يحدث الاحتكاك بين طرفين كلاهما مثلا يتبنى أيديولوجية واحدة، أو كلاهما يعتبر نفسه فصيل من فصائل الحشد الشعبي، ولكن يحدث الاحتكاك. لماذا؟ لأن المصالح الاقتصادية هي التي تتسبب بهذا الاحتكاك، والتي يؤدي يعني أحيانا إلى احتكاك مسلح وحرب وصراع في الشوارع، ويدفع يعني ثمنه المواطن المسكين الذي يشعر بوجود إرهاب حقيقي، ويفكر فورا بأن يهاجر ويخرج وينقذ نفسه وعائلته ويحافظ على أمواله. وبالتالي هذا التسيب الذي حصل، هذا الصراع الذي حصل، هذا الاقتتال الذي يحصل على المال، هو بسبب شعور هؤلاء أن الفترة الحالية هي فترة ذهبية، لا يوجد سلطة عليا قضائية تستطيع أن تحاسبهم، وبالتالي هم يجمعون المال. وليس فقط الميليشيات، أيضا الأذرع الإعلامية، يعني دكتور الآن هناك يعني كل يوم قناة جديدة فضائية جديدة، لمن هذا؟ للقيادي في الفصيل الفلاني، أو القيادي في ميليشيا فلان، أو القيادي في حركة فلان. حتى القيادات الصغيرة داخل الميليشيات تؤسس قنوات ومنصات إعلامية، لأنها تشعر أن السلاح وحده والميليشيا وحده ليس كفيلا بالسيطرة على الشارع، بل يجب أيضا تخدير المواطن وتفعيل عمليات غسل الدماغ عن طريق خداع المواطن عن طريق بناء منصات إعلامية ضخمة تعطي صورة مختلفة لهذا القيادي ولنشاطاته، وتسوق لبعض الإنجازات الوهمية، وبالتالي إقناع المواطن بأن هذا الشخص هو المنقذ وليس هو الذي ابتلى به المواطن. طيب، بل هو المنقذ. في هذه النقطة فقط اسمح لي أستاذ شاغو، هناك من داخل العملية السياسية، أستاذ محمد بالعودة إليك مرة أخرى، داخل العملية السياسية هناك من انسحب من البرلمان ولكنه مشترك في العملية السياسية، ولكن الأمر يعني يحمل الكثير من التوقعات المستقبلية. الكثير من المراقبين قالوا بأنه رغم انسحاب التيار الصدري لأن هناك صراعات على النفوذ وعلى المصالح وعلى السيطرة على الشارع العراقي ممكن أن تكون وتحدث خلال المرحلة المقبلة. كيف سيترك الصراع المستمر هذا أثره على الشارع العراقي خلال المرحلة المقبلة؟ هو للأسف يعني عندما جرت الانتخابات ولو بنسبة ضئيلة قبل هذه الانتخابات، كانت هناك رغبة لدى التيار الصدري بخوض هذه المعركة الانتخابية، وفعلا فاز ب 75 مقعد في البرلمان، لكن للأسف أنه انسحب وترك الساحة لهؤلاء التنظيمات الأخرى والكيانات الأخرى التي هي شغلت هذا المركز الأساسي في هذا البرلمان. أنا أجد أنه من الضرورة أن نفهم جيدا أن الصراعات التي تقوم حاليا بين هذه القوى المتواجدة في الحكومة، حكومة الشيع السوداني، هي صراعات من أجل الكسب غير المشروع،
بما فيها تبديد ثروة البلد وإيجاد قوى مسلحة أكثر تسليحاً والعلاقات الممتدة والتوجيهات من الخارج وخاصة من إيران التي تلعب دوراً قذراً في هذه المهمة الأساسية وهي التدخل في الشأن العراقي من قبل ساعات أو قبل فترة زمنية قصيرة. قامت القوات بضرب منطقة أربيل علما بأنه هذا هو المعروف عنه هو خرق لسيادة العراق الوطنية. فأي جيران هؤلاء يضربون متى يشاء ومتى يريد، وكذلك بالنسبة لتهريب العملة كلها. عيد الأمني أستاذ محمد، هل تتوقع أن تتطور هذه الصراعات على النفوذ؟ ممكن أن تكون هناك عمليات اغتيالات مثلا أو تعكس آثار سيئة أو سلبية على الشارع العراقي؟ أكيد هذه الصراعات سوف تجد لها منبرا مهما في داخل الساحة العراقية، وهي عمليات التصفية بقوى وطنية، حتى أقول وطنية لأنها ليس لديها أي محل شغلته بعد الاحتلال، وإنما هناك قوى أخرى تريد للعراق الخير، وهؤلاء لا يريدون الخير للعراق، هؤلاء يريدون أن يذبحوا الشعب العراقي وهم باقين على سلة مالية هذا الشعب من النفط. ولذلك نجد أنه من الضروري أن يكون هناك وعي كامل لهذا الشعب، أن يعرف جيدا أن هؤلاء يجب أن ينتهوا، ويجب أن يكون هناك سلطة وطنية تشترك بها قوة فعلا جادة وحريصة على العراق، العراق الوطن وسيادته كما كان له في المحافل الدولية شأن كبير ومستوى راقي، حيث جهز العالم بكوادر طبية وهندسية وغيرها من. ولذلك أنا أجد أنه يجب أن يكون مزيدا من اليقظة والحذر من هذه الصدامات التي ممكن أن تؤدي إلى قتل الكثير من الناس الذين هم خارج هذه اللعبة اللي موجودة داخل هذا الكيانات التي هي مهيمنة على هذه السلطة، من أمثال كتلة المالكي وقيس الخزعلي وآخرين من متواجدين فيها، حتى الحكيم وغيره. لذلك أقول أنه من الممكن أن تكون هناك قوة وطنية موجودة، حتى لم تكن هناك أحزاب، لكن شخصيات وطنية عليها أن تتخذ قرارات، هذه القرارات لمصلحة هذا الشعب، وعليها أن تعمل من أجل توسيع القاعدة الجماهيرية لرغبة معينة، وهي أنه هؤلاء يجب فضحهم وتعريتهم لما يجري الآن في العراق، وإلا سيبقى العراق بدون مدرسة وبدون مستشفى، ويأتي العامل الذي يأخذ كمية قليلة من المبلغ لا يكفي لعيش عائلته لسد الإيجار، وكذلك من أجل شراء ما يتمكن من لقمة العيش لأبنائه ولأطفاله. هؤلاء يجب أن يفكر حاليا الوطني بأن كيف يجد الحل داخل المجتمع العراقي من أجل إنهاء هذه الطبقة المهيمنة والمسيطرة على القرار السياسي. أما لعبة أنهم جادين بأن ينتخبوا رئيسا للبرلمان، وهذه هي تأتي كمشكلة لا تلاقي الحل عند البعض منهم، وإنما هيمنت آخرين من أجل إشغال المجتمع العراقي بهذه القضية
وكأنه هي قضية كبيرة ولا يمكن أن تحل بشكل متناسق بحيث يجدون. نعم سيد محمد. استشهد يعني فيما يخص موضوع سنة السلطة في العراق، كما هو معلوم هناك قضايا مهمة يعني تمس جانب مصلحة المواطن العراقي، وبما أنه هذا النظام هو نظام قائم على المحاصصة الطائفية الذي لم يأتي به الشعب العراقي بل جاء به الاحتلال الأمريكي ورعته إيران، فبات من الضرورة أن نتحدث ونسلط الضوء على مفاصل هذا النظام آخذين بنظر الاعتبار كيف يتم التعامل مع وضع المواطن العراقي الأمني. كما هو معلوم هناك مشروع ديموغرافي تهجير ويعني واعتقالات ومعتقلات، وهناك من هو موجود في غياب السجون بدون محاكمات قائمة على معايير قانونية صحيحة بالمخبر السري. طيب هنا سنة السلطة أيهما الأحق بالاتباع؟ هل تتبع مصالحها يعني أقصد على السياسيين الذين هم يسمون بالمكون السني، هل تتبع العقود والمناصب والنفوذ أم تتابع مصالح من تدعي أنها تمثلهم؟ تتابع مصالح من تدعي أنها تمثلهم وقت الانتخابات فقط، يعني فترة الدعاية الانتخابية الشهر أو شهرين يمكن، وأحد القيادات تعهد بالصلاة في جرف الصخر ستتذكر، وبعد الانتخابات انتهى جرف الصخر وانتهى الصلاة. يصلي في جرف الصخر؟ كان يتعهد بالوصول إلى هناك والصلاة هناك، ولكن هذا كان ضمن الدعاية الانتخابية لإقناع المواطنين المساكين وذوي الضحايا بأن هو المنقذ، ومجرد التصويت له سوف يقضي على الظلم وسوف يعيد الحقوق ويستعيد المناطق وينهي مصادرة الميليشيات الأراضي وينهي موضوع البقاء في الخيام والنزوح والتهجير بعد الانتخابات انتهى. يعني السياسي هؤلاء السياسيين قبل الانتخابات يفرقون ويختلفون تماما بعد الانتخابات، بعدها يدخلون في منظومة المصالح والمكاسب والنفوذ والأموال وينسى الشعارات التي أطلقها خلال الفترة فترة الدعاية الانتخابية، وبالتالي ويدرك تماما هذه النقطة المهمة، يعني يدرك تماما أن رسم له خط معين لا يمكن تجاوزه، يعني هو دخل اللعبة بشروطهم وبالتالي عليه أن يلتزم بقواعدهم، في حال حاول أن يعني يخرج عن اللعبة نرى أن يعني إذا عدنا إلى الوراء كيف تم استهداف بعض القيادات بإصدار أوامر 4 إرهاب ضدهم أو ملاحقتهم أو حتى وضعهم في السجون، عندما أراد الجانب الإيراني وأرادوا أن يعيدوهم إلى المشهد أسقطوا عنهم هذه التهم وعادوا إلى المشهد من جديد. طيب ماذا فعل رئيس البرلمان في إطار نظام المحاصصة، ماذا فعل لمكونه على اعتبار أنه هذا النظام المحاصصي هو نظام مفروض من الولايات المتحدة وترعاه إيران وهو متداول أو يعني مفروض حتى على الشعب العراقي، ماذا فعل رئيس البرلمان؟ هل نظر إلى مصلحة المواطن العراقي بنظرة طائفية كالنظرة التي ينظرها يعني باقي السياسيين؟ هل نصفهم؟ هل له القدرة على إنصافهم؟ هل له القدرة على تحقيق العدالة؟ أم أنه مجرد واجهة؟ أنا أتصور أنه يعني مجرد واجهة ويعرف حدوده جيدا، وبالتالي لا يستطيع أن يطبق حتى الشعارات التي هو يطلقها سواء وقت الانتخابات أو غيرها، وبالتالي عندما يشعرون أن أصواتهم تراجعت أو هم بحاجة إلى دغدغة عواطف الحاضنة الشعبية التي تمثلهم يطلقون شعارات شجاعة ويعطون وعود لعوائل الضحايا، ولكن على أرض الواقع لا يستطيعون تنفيذ هذه الأمور لأنهم يعلمون أن هناك قواعد اللعبة واضحة، إضافة إلى أن الفاعل السياسي الذي يمتلك السلاح هو الذي يقرر وينفذ،
السياسي أو الطرف السياسي أو الحزب السياسي الذي لا يمتلك السلاح لا يستطيع أن يفعل شيء. طيب لنكن أستاذ شاو اسمح لي أن أنتقل للسؤال أستاذ محمد. أستاذ محمد عندما نكون واقعيين الآن هناك ميليشيات مسلحة وهناك أموال مليارية وهناك قوة إقليمية تدعم هذه الميليشيات. هذا النظام القائم على المحاصصة هو برعاية إيرانية. الشعب قال قولته وفعل فعلته سنة 2019 بثورة تشرين، ولكن فشلت هذه الثورة. الآن ما هو الخيار أمام الشعب العراقي في مقابل يعني سياسيين أحزاب ميليشيات متصارعين على ثرواته؟ أنا باعتقادي أنه تجديد انتفاضة أكتوبر، هذه الانتفاضة التي أشعلت لهيب الناس البسطاء للتوجه من أجل إيجاد وطن، وهذا الوطن كان مسلوبا ولا زال للأسف. في هذه الحالة تحشيد الجماهير من أجل مطالب مشروعة وواقعية هو الحل الأوحد لهذا الحل الذي هو يمكن أن يكون كذلك. أما بالنسبة للمحاصصة الطائفية هي لعبت دورا قذرا، يعني كان بالمفروض أن يكون الحلبوسي ليس ممثلا لطائفة السنة كما هو قائم على أساس دستورهم المحاصصي، وإنما يجب أن يكون هو رئيسا لمجلس نواب العراق وليس للطائفة نفسها، وهكذا بالنسبة لرئيس الوزراء وهذا رئيس الجمهورية الحالي الكردي. كل هؤلاء يجب أن يكونوا ممثلين حقيقيين، لكن للأسف لم يكونوا بهذه الطريقة أن يمثلوا هذا الشعب. ولذلك الحل الأوحد والجاد هو أنه تقوم انتفاضة جديدة تشرينية يكون لها برنامج، هذا البرنامج ينهي وإلى الأبد هذه المحاصصة، والدستور أهم شيء، لأنه دستور المحاصصة يجب أن يكون هناك دستور يصاغ من قبل أكاديميين أخصائيين في قضايا الدستورية. هذا الدستور يعلن المواطنة بدلا من المحاصصة، لأنه الشعب العراقي بأمس الحاجة إلى المواطنة أولا. وكذلك كما نعرف في كل العهود السابقة لم يكن هناك تمييز بين هذا شيعيا وذاك سنيا وهذا كرديا وهذا عربيا، وإنما الجامع الأكبر لهذا الفئات في هذا المجتمع الفسيفساء من تركمان وآشور كلدان، كلها كانت مجتمعة على كلمة واحدة هو مواطن عراقي. فلذلك أجد أنه من الضروري تحشيد كل الناس الطيبين الخيرين من التقدميين من أجل رفع الصوت عاليا لإنهاء هذه الطغمة التي هي جاءت من أجل تخريب العراق وليس وتدميره وليس من أجل بنائه، وهذا ما نشاهده اليوم وأمس في المدارس هذه المدمرة، الذي يذهب الطالب وهو حاف القدمين وفي الأمطار، وكذلك المدرسة ممكن أن تنزل على رأس طلاب لأنها لا. إذا سمحت لي أستاذ محمد شكرا جزيلا لكم. في أقل من دقيقة أستاذ شهو، أين تجد خلاص العراقيين؟ طبعا هذا الصراع على المناصب، هذا الصراع على داخل البرلمان لن يعني يتغير من الأمر شيء إذا تم اختيار رئيس جديد للبرلمان أيضا، لأن المنظومة هكذا ولا يمكن أن يتعدل الأمر إلا إذا تم تقديم مصالح العراق والعراقيين وكان هناك سياسيين مستقلين ووطنيين. أما في ظل الأجندة الحالية والتأثير الخارجي و
تفضيل المصلحة الحزبية والشخصية، فإن الأوضاع أتوقع ستستمر على ما هو عليه، وخاصة منظومة البرلمان ستبقى شكراً. منظومة لكسب الأموال فقط. شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو أستاذ شاهو القرذاغي الباحث في مركز رمان للبحوث والاستشارات. وشكرا جزيلا لكم أستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكاي. في الختام مشاهدي الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.